تشتكي من الطبيعة يقدم لكم من طرف ناتوري سوان. ناتوري سوان لا بوتي ناتوريل. دكتور عماد، كل صباح كنقدموا زيت من الزيوت الطبيعية اللي مستمعتنا كيكتشفوا منافعها وأيضا وصفة لاستعمالها. اليوم شنو الزيت اللي غادي نقدموا لهم؟ اليوم غنهضر على الزيت الأساسي ديال الأرز، السيد غدو الأطلس، أرز الأطلس، وهذه الثروة الغنية، الثروة الكبيرة اللي عندنا احنا في بلادنا الحمد لله. واحد المسألة مغلوطة عن صحة، اليوم أكبر ثروة ديال الأرز كاينة في المغرب، راه ما كايناش في لبنان، باش هادي تكون بين قوسين، حيت بزاف ديال الناس كيقول لك راه في لبنان، لا، أكبر ثروة ديال الأرز عندنا في البلاد ديالنا، وأحسن وأجود الأنواع هو الأرز ديال الأطلس. هذا الأرز الأطلس فيه بزاف ديال المنافع وبزاف ديال الفوائد في الزيت الأساسي ديالو ولا في الزيت الطبيعي، واليوم غادي نهضر على الزيت الأساسي ديالو. هذا الزيت اللي كنسميوه زيت الحياة، على زيت الحياة لأنه غنية بالفيتامين أ. هذا الفيتامين هذا اللي كنسميوه فيتامين الشباب، هذا الفيتامين اللي فيه مضادات الأكسدة القوية وكينقي الدهش كاملة ديالنا من السموم وكيحافظ لنا عليها من تصلب الشرايين، العروق ديالنا كيرجع لهم المرونة ديالهم، وكيحافظ على القلب ديالنا وعلى الشرايين ديالنا من المرض. عندنا كذلك فيه الفيتامين اف فات، هذا الفيتامين اف هذا اللي تكتشف مؤخرا هو عبارة على واحد المجموعة ديال الأحماض الدهنية، ولكن هذه الأحماض الدهنية شنو كدير لنا؟ كتحيد لنا الكوليسترول من الدم، وكذلك كتعاوننا باش كنتخلصوا من الدهون الضارة اللي كتكون عندنا في الدهس ديالنا. وفيه فيتامينات أخرى بحال الفيتامين بي اللي كيصلح لنا البشرة ديالنا والشعر ديالنا، وكذلك أنه كيرفع لنا من نسبة الهيموغلوبين في الدم ديالنا، فهو كيعاوننا في المشاكل ديال فقر الدم. اليوم غنقترح لكم، أنا مولف كنهضر على زيت الأرز أو الزيت الأساسي للأرز، كنهضر عليه بالطول، كنهضر عليه باش كنجبروا العظام ديالنا، ولكن كاين واحد الفائده كبيره ديالنا اللي خصنا نعرفوها اليوم وغنتقاسموها، اللي هو ان الزيت الاساسي للارز او الزيت الطبيعي للارز كيصلح لتساقط الشعر الحاد، كيعطي نتيجه هائله لهذه المشاكل. هذه الوصفه غادي نعطيكم اليوم وصفه بالزيت الاساسي للارز. غادي ناخذوا 10 ديال النقيطات ديال الزيت الاساسي للارز، كنزيدوا لها معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون ومعلقة كبيرة ديال زيت نوار الشمس. 10 نقيطات ديال الزيت الأساسي للأرز، كنزيدو لها معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون ومعلقة كبيرة ديال زيت نوار الشمس. كنخلطو هاد الخليط هذا كامل، كندهنو به الجلدة ديال شعرنا وشعرنا، وكنخليو مدة ديال ساعة وكنغسلوه. العملية كنديرو جوج المرات في الأسبوع وكنداوموا عليها مدة ديال 3 شهور. في الشهر الأول التساقط كيحبس وكنحسو حتى بالشعرة ديالنا كترجع ليها الحيوية ديالها. وهذه الوصفة اللي غادي تبان النتيجة ديالها من بعد شحال ديال مدة الاستعمال؟ شهر إن شاء الله. شكرا لك كثير دكتور عماد، وتبارك الله عليك وعلى هذه الوصفات الرائعة اللي كتقربك للا دائما من أسرار الطبيعة. جمالك من الطبيعة قدم لكم من طرف ناتوري سوان. ناتوري سوان لا بوتي ناتوريل.